سنجل ايريالز وهالحركات فعلا. والحين نشوف حسون راح بالوتينا بدل زلده المين ماله، وما هو غريب على هالماتشاب على فكره. يعني يلعب معاه وايد، يلعب وياه وايد بالضبط. حسون يبلش يحطه بالخلاط اب اير، ما هو قادر يلاقي الثانيه. 39% تقريبا حاليا ماجيشن يلاقي روحه في الليج. ماجيشن يحاول يسوي اي شيء عشان يرجع الليد. يا اخي من الاشياء اللي تعجبني من ايحسون انه يا اخي يعرف يمسك السنتر ستيج. بالضبط. يعرف يمسك السنتر. يعني دائما يحط البرشر ويمسك السنتر، وهذا اللعب الصح في النيوترال على فكره. حلو اي صح. يعني يقدر يسوي سايد بي نيوترال بي هالسوالف يعني يستخدمها، عرفت؟ ماجيشن حاليا يحط ايحسون بالليج الفور تلت يلقيها، حاول يخلصها. ايفن بيرسنت وحسون الكابوم مثل ما احنا قلنا كل مرة مع الكابوم فنان. لا تسوي شيء فنان، هد الجهاز، مد الجهاز رد البيت. فما في والله خلاص جيجيز. الحين نشوف حمد ماجيشن عنده ستوك كامل، ستوك مو ستوك يعني عنده ليد ستوك ضد حسون، بس بالوتينا عنده الترو كومبوز مثلا نير تو ابتلت وهالسوالف. فعلا تسوي لك ايدج جارد تقدر تذبحك، يحاول يلاقي ال 50-50 بالداون ثرو، عرفت؟ تقدر تسوي لك ما عنده المانا، كان يحاول يسوي نيوترال بي ما لانه مخزنه فل. لا هو ما مات، نايس. استخدم بانك عشان بس يسوي كفر حق ال كان يسوي كفر حق نفسه عشان هو راجع. افتكر الاب سماش كانت بسمبوت، افتكر كان يحاول يسوي فورد سماش لان الويند بوكس يمكن شيء دز زياده. بالضبط. افتكر يعني بس الاب سماش مالت بالوتينا بعد تقدر تصيد من على اللي. صحيح. الحين احنا نشوف الشباب يبدون يحفون سبلز اكسبلوزيف فليم مع في والله كونتر ممتاز من حسون. يعني هذا الليد جاب الليد على السريع. اوه شو السالفه اليوم كله دي بي زي على طول. لاقي الستوك الثاني حمد 124% ماجيشن يبي يصيد ريد. يحسون لازم يعني يصيد ريد او انه الحين عندك ترو كومبوز تقدر تذبح البوليتين، تقدر تذبح بنير اب تلت وتقدر تسوي باك اير، تقدر تذبح عندك كمكان مثل تتوقع. افتكر يا اكيد او انه كان بيسوي ريد ممكن جايز يحاول يصيد رول، يحاول يصيد شيء جايز بعد، او انه بيرجع مانا ممكن مش غلط. يعني حسون الحين يحاول يسوي ابروتش، بس مشكله صعب تسوي ابروتش ويا هيرو عنده مانا لما انت وانت راكض فوجها ماجيك بيرست ايه. كابوم سيزل اي حركه ممكن تجيك. اتوقع الحين حسون قام بيسوي يعني يسوي ابروتش اكثر واكثر لما هيرو تسوي له ابروتش لما يكون عنده مانا. لما يكون عنده مانا لازم تسوي ابروتش بطريقه معينه، تبدا تناقز هالسوالف ريفلكت، تسوي له ابروتش بحذر. أيوة. لان بس لو تسوي له ابروتش ويمسك بانش يبدا يرجع المانا. أيوة. لان هيرو من الشخصيات اذا ما يسوي شيء يرجع مانا، لكن اذا يضرب باي اريال اتاك او نوترال اتاك او ايا كانت المانا يزيد. وكل سبل يعني مثلا لو تشوف مرات حمد يحذف يضغط الداون بي يسحبه بالكابوم، يعني هذه ستوكي ايه السيزل كابوم. اوكي يعني مرات حمد هاي لاحظت شيء فيه لما يسوي الداون بي مرات يضغط ايه على طول. ايه اذا مثلا ضدك جاي كفوجك وخلاص وما تقدر تسوي شيء، ما تقدر تختار سبل، يضغط ايه. ايه خلاص وانت حظك، لان يا اخي الفريم ديتا على السبل ليست ما هو شيء هنا على فكره. ايه هي المساله انه يعني سرعتك في القراءه، يعني مثلا فليم سلاش مثل هذه الامور ترى تطلع بسرعه على فكره. صعب انك تصيده وتسوي لها رياض. بالذات فليم سلاش وترع وكراكر سلاش بعد. نعم ضربتين وايد سريعه. الحين احنا في جيم كم؟ جيم 1 حق ماجيشن. نعم فعلا جيم 1. الحين احنا في جيم 2 يوشي ستوري. حسون يحب هالستيج على اكيد كل بلتين. حسون يحب يوشي ستوري ويحب بوكيمون ستاديوم. اوكي عرفت اكيد اي اي ما اي ماب فيها ثلاث بلاتفورمات بالوتينا تستانس عليها. صحيح. ابير يوديك ليه بس مزعج حاجه. حسون يقول لي هالستيج هل لازم تسوي بان هالستيج باتل فيلد ارحم، يقول لي ضد بالوتينا باتل فيلد ارحم، يقول لي هالستيج لازم تسوي لها بان. بس حمد الحين حاليا عنده ستوك كامل ليد ما شاء الله عليه. حمد يعني يمكن خذا خلينا نقول مثلا خذا 10 ستوكات، سبعه منهم بكبوم. فعلا كله كبوم فجر ضد ليه ما قبل. من افضل البروجكتارز اللي عندي. من اقوى البروجكتارز في اللعبه اصلا، يعني مع الويند بوكس والكل باور اللي عليها. والله صراحه يعني انا اشوف انا مرات لما العب ضده مرات اسوي لها تشالنج. زين اركض بس، زين حتى لما تركض بس وانه تحاول تشيلها تضربه
بيمدي يسوي رياكت ويمسك شيء عرفت لهالدرجة. هي شرق هي حركة حلوة إنه أوبا وحسون لا لا دياي حلو دياي حلو من 40% لين دياي حلو 100 يعني 60% من ضربة واحدة يعني من الشخصية اللي قرتيها غير هيرو لا لا لا, لا. مينون 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 والحين حسون كل برسنت والله الضربة كمل عليه أي ضربة فارق برسنت المهم تقريبا 90% او يصيد الرول يعني رول خطير يعني الحين اوبا ريد الله عليك يعني حسون سوى له كونديشن محترم نقز على قدام واعطاه سايد بي عشان لا لا حتى لو سوى اير دوج السايد بي بتصيده مينو 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 يعني حسون ما شاء الله عليه مرات لما يسوي كونديشن بالذات بالاكسلوزيف ليتر يضبطها ما شاء الله عليه يعني شوف شلون محبس له تروح يمين هو وراك على طول إيه ما في ما يعطيك مجال تتنفس هاي احلى شيء هاي احلى شيء هاي احلى شيء ببالتينا سجل انا ما احب العب ضد الشخصيه بس احترم الناس اللي يلعبونها صراحه لان يعني يبيلك تعرف تسوي يعني ما تبدا تحذف اي شيء صحيح اوه لاقي البكير يعني ما خلصها زوم شعره لو كان بس مثلا 5% زياده كاونتر حلو اكسلريت هيل 124% ايه احترم النص اوه حمادي حاول يلاقي الكمباك الله يا اخي والله انها تخرع كانت كرت الانف بعد موجود كانت الانف موجود سيزل اوكي يا الله الحين قام يطلع له اوف ستيج دونت تيلت ما في فولو اب باكر هاي حسون حركه يسويها وايد يركض في وجهك رول على ورا ويجيك جراب فعلا هاي تسويها وايد فرق برسنت 70% اكسبلوس فليم يخلص هاي خلص اكسبلوس فليم تخلص تنهي الجيم توني ملاح سعيد الشنب نار والله اللي ما يتابع الستريم سعيد محلق الشنب ملط صاحبنا من الاخر عيل احترمهم ها احترمهم ها بسيط الكلب رويك سفل يا عمي سفل ما يقدر يرجع عليه استغفر الله انا اقول هالكلام الا لو فزت على ستيج اقول هالكلام انا اقول هالكلام لا استغفر الله ما اسمعك والله ما سمعت يعني انت بشكل عام ما تقدر ترجع على ستيج ستيج فست عليه هذا هاي القانون ها خليه ينجلع ها خليه ينجلع انتوا اللي قطعتوني في السالفه انا ما بيدخل ها حسون حبيبي سعيد قطاتك وايد حلوه كم تبيعها بريال ما تسوى ريال المهم الحين احنا جيم 3 كالوس جيم 3 كالوس حمد يحب هالستيج يحب يستخدمه وايد وش السبب والله ما اعرف يعني ما يعني ستيج لان يا اخي مش من الشخصيات اللي احس او اللعيبه اللي كمبرون بزياده يمكن لا الا يعني يحب يستخدم البروجكتات الكابومز البومز يعني اتوقع انه يقدر يهد اللج ودبل جامب على البلاتفورم ويتكي هناك جايز يتكي هناك وينطرك تو ابروتش جايز الهيروز الايريز مالته وايد كبيره فعلا عندك النير عندك البكر عندك الفير صحيح اشياء تقدر تسوي فيها اوت رينج وبالذات اذا سويت لها سبيسنج صح ما راح يجيك فرق صحيح حاليا برسنتج كلوس ايوه بالضبط كل اللاعبين وايد كلوس الحين بالضبط ويهيل 11% بالضبط افتكر الهيل بس تقدر تستخدمها ثلاث مرات كل ستوك والله انا مرتين هاي اشياء انا مو متاكد منها لان صراحه انا هيرو من الشخصيات في لها ليمت انا عارف ان فيها عليها ليمت يمكن لها يجوز لها ليمت لانه اذا يقدر يستخدمها طول الوقت خلاص يعني تضرب بيضرب بياخذ منك بيضرب كم ضربه وبيروح بيشرد اكيد 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 البرسنتج حده كلوس بس انا ادري بس انا لاحظت شيء في حمد مرات يعني مثلا ما يكون عنده مانا ومثلا ما يعني احنا ندري انه مثلا عندك هاي هوكس بوكس ايه. يا انك تحذف سبلز يا انك تسوي لك ديبا يا انك تسوي لك باف نعم وواحد من هالبفات يزيد المانا مالك رجع فل ما شفته حمد ما شفته قليل يستخدم هوكس بوكس هو من الشخص هو يعني مرات يحب يلعب يعني شيء
طريقة غريبة انه مثلا يستخدم هاتشتمان، يعني يوقف قدامك ويحذف هاتشتمان. هاتشتمان نعم يسويها زين، بس ما اشوفه يستخدم هوكس بوكس. والله ما ادري هاي كانت هوكس بوكس ولا وش، نادر يا اخي. امس شفناه يستخدم هوكس بوكس وطلع له كاميكازي ومات. فحصل بس لانه ياخذ بعد مره ديباف على فكره، يعني يصير صغير او بطيء، يعني يصير بطيء بس مره يمكن ياخذ نجمه، يمكن يصير كبير، يمكن ياخذ مانفل. يعني هو يعني ريسك، بس يعني اذا مثلا يكون اذا كان عندك مثلا ليد كامل ستوك كامل ممكن تقدر تاخذ هالريسك، عرفت؟ حتى لو مثلا كانت كاميكازي بترجع ايفن الجيم، بيرجع ايفن. بس يعني حمد من الناس اللي ما يعني يشوف جاهز، يعني يا انه هاتشتمان يا انك ركزت. اللي عاجبني في حسون بعد مرات يشوف ماجيشن يسوي كمت على السبل ليست ويسوي دبل جمب بيت. إيه بالضبط، ساعة سوى بيت حق الكراكل سماش. ايه يعني هاي شيء لازم تسويه ضد هيرو، لان اذا هيرو صادق مثلا بكراكل سلاش ولا بفليم سلاش، يعني هاي بيكون ديسادفانتج وايد كبير لك. صحيح. احنا الحين نشوف حسون قام يسوي البرشر على اللج خرافي. هاي سعيد انا والله والله حلو على الزوم، يعني كان بيحبس له كان بصيده. في شيء لاحظته في حسون ولاحظته في سعيد، سعيد لما كان على بولتينا كان يستخدم بكر وايد. بكر وايد زين، ومثلا لما كنت العب ضد فرنديز كان بس يسوي البرشر بكر. حسون قليل يستخدم هذا، يعني يصيد دبل جامب، يعني يسوي ريد اشياء، بس هي مع ان البرشر ماله وايد ثقيل على فكره. يعني انك تخلي ظهرك في اتجاه خصمك يعني ما هو شيء يعني بسيط في سماش، يعني كرت اوم على فكره كان عنده شيلد مليان، الشيلد كان فول، كرت اوم الشيلد فول، الشيلد فول، شيء يعور، الشيلد كان فول يا جماعه. الشيلد فول صراحه، انا صراحه لو بدل حمد شيكت السبلس حكيت معنا حبيبي مع باف انسى بدك عيش والله. بس يعني فوق تقريبا 40% مش بطالة، ما هي غريبة علينا في الدوحة. والله ما هي غريبة، يعني اليوم صراحة شيء غريب قاعد يصير. حاليا فارق البرسنتج تقريبا 30% يلاقي البكير. ماجيك بيرست كان يحاول يسوي زوم، اتوقع انه كان يسوي لهم بي ينطر. وفي شيء بعد شفت انا اكثر من هيرو يسويه حمد ما يسويه، اللي هو ايدج جارد بابي. فعلا يعني تقدر بس تقعد عند اللج تنزل وتخزن ابي فل وتغطي اللج. صحيح. كامل. الجيم حاليا 2-1 في صالح حسون، 2-1 في صالح حسون، واللي بعد اللي يفوز راح يباري اكزيو. الحين باتل فيلد الستيج اللي حسون يموت عليه. بولتينا يعني احنا قلتها من قبل ان الثري بلاتفورمز حلو استخدام الرفلكت صراحه وايد ممتاز حق بولتينا. والحين احنا نشوف الصراحه ان حمد يبدا واقف بعيد ويجهز بفاته، يجهز كل بفات. حرام ضيع البانش، اتوقع انه كان بيسوي ريد حق الرول، بس هيرو مع اكسلريت ما تقدر تبعد عنه، شيء ثاني بيصير وايد سريع، شيء ثاني لدرجه يمكن اللي يلعب هيرو ما يقدر يتحكم فيه. يعني دي بيكرينج والله، يعني بانش حلو من من ماجيشن قاعد يصيد مثلا الويف بانش وهالسوالف من حسون. والحين نشوفه مشغل باونس عشان بس اذا مثلا حسون حذف نوترال بي او سايد بي، البفات موجوده، اومف باونس كل شيء موجود. يعني اي ضرب حسون قاعد يستخدم حسون قاعد يلعب وايد قريب، قاعد يستخدم داون سماش، يبي يخلص الستوك، يبي يخلص الستوك لان 46% على طول. إيه من لاب سماش اخي شخير يدمج، يعني مع بفاته دمج مو مينون 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 خرافي. يلاقي الستوك، يلاقي الستوك، حصلها باكير 70% على حسون حاليا 90. يحاول يلاقي الكمباك، يحاول يخلص او يسوي مينتين حق الليد فور ذا ثرو، يحذف اوف ستيج. اوكي حلو تكمله. اوكي باونس حمد باك ثرو، كل فرصه سايكاب يستخدمها، سايكاب خطير، ابتلت مع السايكاب، ابتلت النوك باك مالها يزيد والله كانها سماش اتاك. تصير والله صدق بالضبط نايس والله. حلو ريت حلو من حسون، يعني حسون الحين قاعد يمسك البريشر على الاكسبلوسيف فليمز، كان يعني سواله بيت لكن ما قدر يكمل البانش. داون سماش حسون شفناه يستخدم تقريبا هاي سادس داون سماش، سادس داون سماش يلاقيها ويصيد اخيرا.
لا يمكن انه صايد بعد هابت عند حمد او ممكن. شيء يمكن لان انا استغربت صراحه لان حسون لما لعب ضده يعني يستخدم افتلت يعني يستخدم دوت بس ما اشوف يستخدم دون سلاش فعلا بس يعني اوكي الحين الاثنين يحاولون يعني اثنين رتم قاعدين يضربون في بعض يعني اول واحد ياخذ كل واحد فيهم يبي ياخذ الليد والحين نشوف السترينج مال بالوتينا نير ابير ابير وياخذ عليه 20% ليد والحين ماجيشن خذ كل واحد فيهم يحاول ياخذ الليد ايه. يبون يخلصون الجيم في اسرع وقت لان اذا الجيم طول يعني انا اشوف صراحه اذا الجيم طول الادفانتج عند هيرو صحيح لانه يقدر يبدا يجهز وفاته وسبيلز وهالسوالف بالوتينا يعني لو تلعب على يعني 100% فوق الترو كومبوز هني الكومبوز الكل تقدر تشتغل صحيح صحيح يعني يا اخي بعد كذلك انت شخصيه يا اخي هيرو تلعب على الاعصاب انت تخاف والله صدق مثل يعني مثل قانون تقول ما ابي اخسر ما ابي اخسر بالذات بعد مثلا معناه شخصيه قويه على فكره مثلا يعني بقانون مثلا لو بيجيك سماش انت عارف انه مثلا بيجيك سماش صح هيرو يمكن يجيك سماش ويمكن تكون كرت الباكير باكير ممتازه من حسون 3 وايد ممتازه من حسون على طول الحين تبي بريك دقيقه يعني دقيقتين خلينا هل بنشوف الران باك حق حسون